رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان يكون معانا مفاجأة من مفاجآت حلقتنا النهارده. والحقيقة يعني ان احنا معانا اسم كبير جدا في عالم التدريب، واسم كبير جدا كلاعب حارس مرمى لريال مدريد وبرشلونة، جمع بين تدريب ريال مدريد وبرشلونة، ودرب كمان ريال مدريد ودرب منتخب اسبانيا، ومتوج بالدوري الاوروبي مع إشبيلية، ونجح هذا الموسم في الابقاء على ولفرهامبتون في البريمير ليج بعد ما جمع 41 نقطه هذا الموسم. المدرب الاسباني القدير لوبوتيجي، بنشكرك اولا على قبولك دعوتنا في 7 دي سبورت، وبنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحيات جمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه للوبوتيجي، اهلا بيك. أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذه الدعوة، إنه لشرف أن أتواجد معكم ولكل جماهير الأهلي في كل العالم من هنا من إسبانيا. طيب في البداية عايز أكلمك على تجربتك السنة دي مع ولفرهامبتون وإبقائك في الدوري والوصول لأن أنتوا تبقوا مستقرين في البريمير ليج، طبعا تجربة ما كانتش سهلة بكل تأكيد بالنسبة لك. بالطبع حقيقة الأمر لم يكن سهلا. عندما توليت المهمة في الجولة 17 الفريق كان يعاني من الهبوط وكان قريبا للغاية من مقاعد الهبوط، كان على بعد 4 نقاط من مقاعد الهبوط، وحاربنا كثيرا لكي نستطيع أن نبقى في البريمير ليج، واستطعنا أن نحسم مسألة البقاء قبل 5 جولات. الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، كان يحتاج المجهود الكبير من اللاعبين ومن الطاقم الفني، وبعيدا عن النجاحات التي تحققت مع إشبيلية من قبل، الأمر كان صعب للغاية مع ولفرهامبتون لأنها كانت التجربة الأولى لي في البريمير ليج، وبطبيعة الحال وبكل تأكيد هذه المهمة الأخيرة كانت بالطبع الأصعب في مسيرتي، وكنت سعيدا للغاية بما حققناه، وأنا سعيد للغاية في النهاية. طيب عايزين بما أننا بقى في مصر، يعني هنا عايز أسألك عن النجم المصري محمد صلاح اللي أحرز 30 هدف في البريمير ليج السنة دي، رغم أن ليفربول مش في أحسن حالاتهم وفي كل البطولات، في كل البطولات مش في البريمير ليج طبعا، رغم ان ليفربول مش في احسن حالاته، يمكن في دروب هم السنه دي ليفربول، ولكن محمد صلاح حافظ على معدل التهديف بتاعه خلال تواجده في ليفربول هذا الموسم. شايف ازاي النجم المصري محمد صلاح وشايفه محافظته على ادائه ومستواه في خلال مسيرته في البريمير ليج؟ بطبيعة الحال محمد صلاح لاعب كبير للغاية، ومحمد من اللاعبين الذين يستطيعون حتى وإن كان الفريق ليس في حالته يستطيع أن يقدم أفضل أداء له. محمد هو يقدم ليس مستوى فني فقط ولكن أيضا مستوى بدني، الأمر لا يتوقف فقط على الفنيات، لكن عليك أن تحافظ على مستواك البدني لكي تستطيع أن تظهر بأفضل مستوى لك. محمد صلاح يقدم مستوى كبير في انجلترا، واعتقد انه بطبيعه طبعا لم يكن الموسم الافضل له مع ليفربول، ولكنه كلاعب يعجبني كثيرا. طيب هسالك عن البريمير ليج في الموسم الجديد، المنافسه فيها هتبقى شرسه جدا، خصوصا ان المره دي كمان وجود ارسنال بقوه الموسم ده ووجود او بعد ليفربول الموسم ده هيبقى عايز يرجع اكتر الموسم الجاي، شايف منافسه الفرق في البريمير ليج الموسم اللي جاي ازاي بعد ما الانديه بقت اقوى واشرس بوجود انديه كانت بعيده قربت كتير الموسم ده زي ارسنال وزي مثلا نيوكاسل، انديه كتير قربت، واستون فيلا، انديه كتير قربت من ان هم يبقوا منافسين لمانشستر سيتي وليفربول، ومانشستر يونايتد السنه دي كمان رجع بقوه. الأمر طبيعي بالنسبة لي، دخول أكثر من نادي في المنافسة أمر طيب للمنافسة ولزيادة قوة البطولة. في إنجلترا المنافسة صعبة للغاية وبإمكان أي فريق أن يفوز على أي فريق، الفوارق ليست كبيرة بين الأندية،
ومن بين هذه الصعوبات التي نواجهها دائما في البريمير ليج هي حجم التنافسية بين الفرق. نحن مدركون بطبيعة الحال لطبيعة لصعوبة المنافسة في بطولة مثل هذه، لأن كل الفرق تصرف الأموال لكي تستخدم اللاعبين الذين يساعدونهم على أن ينافسون في الموسم المقبل. أعتقد كما قلت أن المنافسة ستكون قوية بطبيعة الحال، وبشكل منطقي ستكون هناك منافسة بين أكثر من نادي، والصعوبات ستكون أكثر من الوضع الحالي. طيب هسألك عن سؤال كمدير فني، هل فكرت في التعاقد مع لاعبين مصريين بعد تألق صلاح ووجود النني في الدوري الإنجليزي، وقبل كده كان في الدوري الإنجليزي تريزيجيه، وجودة اللاعب المصري في الدوري الإنجليزي كانت مميزة على فترات، كمان وجود كابتن حسام غالي، ميدو، فكرت في وانت مدرب لريال مدريد سابق وانت مدرب لإشبيلية سابق وحاليا انت لولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فكرت في ضم احد اللاعبين المصريين لناديك؟ نحن كمدربين لا نفكر في جنسية اللاعب، نفكر في الجودة الفنية التي يقدمها اللاعب. وفي الوقت الحالي أنت تتحدث عن لاعبين كبار، محمد صلاح مثل، على المستوى الرياضي بطبيعة الحال الأمر مفتوح لكي نتعاقد مع أي لاعب. الأهم هو أن يثبت هذا اللاعب الجودة الفنية اللازمة والقدرة البدنية على التنافس في دوري قوي مثل الدوري الإنجليزي. العامل الاقتصادي أيضا له عامل، هناك لاعبون نستطيع أن نتعاقد معهم أو لا، الأمر يتوقف على ظروف اللاعب نفسه. طيب كأس العالم بعد القادم إن شاء الله 2025، كأس العالم للأندية هيكون 25 فريق، وخلاص في فرق ضمنت التواجد في كأس العالم بعد القادم إن شاء الله، هيكون في أمريكا، ومنهم نادي الأهلي المصري، ومنهم ريال مدريد، ومنهم أندية أخرى في أوروبا ضمنت التواجد. شايف كأس العالم بشكله الجديد 25 لعيب هيكون أقوى من الشكل الحالي لتواجد 7 فرق؟ وهل ريال مدريد مرشح برضو كعادته، يعني إن هو في البطولات الموجودة فيها العالمية أو الشامبيونز ليج بيبقى دايما المرشح الأول، شايفه أيضا مرشح أول في بطولة مثل هذه؟ في عالم كرة القدم لا يوجد مرشح على الإطلاق يكون مرشح لكل البطولات، لأن مثل هذه البطولات تكسب في داخل الملعب. بطبيعة الحال ريال مدريد هو الفريق الأكبر والأقوى ويكون مرشح، ولكن ستكون هناك منافسة مع أندية أخرى. ستكون المنافسة أقوى لأن البطولة ستضم عدد أكبر من الأندية، وفي بطبيعة الحال سيكون هناك الفريق الأكبر مثل ريال مدريد مثلا، بطبيعة الحال الفريق الذي اعتاد على المنافسة على البطولات الكبرى، لأن مثل هذه الفرق تفكر دائما في كيفية الحفاظ على أعلى نسق لها، وتدخل كل بطولة من أجل الفوز بها. ولكني في النهاية أعتقد أن من لصالح كرة القدم البطولة ستكون أفضل وأقوى بتواجد فرق أكبر، والمستوى سيكون أفضل. طيب هسألك عن رأيك في تحول وجهة لاعبين للأندية السعودية، زي بعد ما رونالدو راح وكريم بنزيما راح، ودلوقتي بيتقال ان راموس كمان احتمال يروح، نجولو كانتي احتمال يروح، شايف ده مفيد للعيبه دي؟ وطبعا بقى الدوري السعودي دلوقتي في منافسه لاستقطاب اللعيبه الاوروبيين واللعيبه العالميين كمان. أنظر للأمر كمحب لكرة القدم، الأمر منطقي على المستوى الرياضي، لأن عندما يكون اللاعب يستطيع أن يقدم المزيد في مسيرته من الممكن أن يبحث عن دوريات أخرى. أعتقد أن الدوري السعودي أصبح من الدوريات الجاذبة في الفترة الأخيرة، سواء على المستوى التنافسي أو على مستوى أيضا المستوى المادي. الدوري السعودي رأينا أنه يجذب لاعبين لازالوا قادرين على تقديم أفضل ما لديهم حتى وإن كانوا في المرحلة الأخيرة من مسيرتهم، ولكني أعتقد أن الأمر كلما ازدادت المنافسة بين الفرق
تزداد أيضا استقطاب اللاعبين الكبار، وهذا ما حدث بالفعل. طيب هتكلم معاك بقى، انت كنت حارس مرمى خلال مشوارك كلاعب، مين هم بالنسبة لك أفضل حراس مرمى موجودين في العالم في الوقت الحالي؟ أنا أنظر الآن للأمر ليس كحارس سابق ولكن كمدرب، ولكن بالطبع هناك حراس كبار، وفي كل مرة تكون هناك منافسة أكبر وهناك أسماء أخرى تظهر، ليس هناك اسم محدد، ولكن مع تطور كرة القدم وتغير مفاهيم كرة القدم أصبح دور الحارس أكبر من الفترات السابقة. في الفترة الحالية هناك أسماء كثيرة، لا يمكنني أن أحدد اسم بالتحديد، وهذا للجماهير أكتر، ولكني كمدرب أنظر للأمر بطريقة مختلفة. طيب صحينا الصبح النهاردة ليونيل ميسي في ميامي في أمريكا، كنت تفضل وجوده في برشلونة مرة تانية أو إن هو ينهي مسيرته في ميامي في أمريكا مع وجود بند إن هو ممكن يمشي في شهر يونيو في أي وقت من الثلاث سنين اللي هو ماضيهم في ميامي؟ لا أملك وقت، لا أملك التعليق المناسب على هذا الأمر، لأن اللاعب هو من يقرر مصيره بيده، وهو الأدرى والأكثر معرفة بظروفه. الأمر صعب بالنسبة لي، أنظر للأمر بشكل مختلف، ولكن بالنسبة للاعب فتكون هناك حسابات أخرى. ميسي يبقى هو أحد أهم وأفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، ومتأكد من أن هذه الخطوة لن تؤثر على أي شيء بالنسبة له، لأن الأمر لن يتغير على المستوى الرياضي بالطبع. إحنا بنشكر اللي بتيجي على التواجد معانا النهاردة في 7 Day Sport، وكانت إضافة قوية، وبنشكرك على تلبية الدعوة لوجودك معانا في 7 Day Sport، ونتمنى أنها تتكرر إن شاء الله مع نجاحات كبيرة وجديدة ليك إن شاء الله. أشكركم على هذه الاستضافة، وكنت سعيد للغاية بتواجدي معكم. شكرا ليك لوبتيجي. الحقيقة يعني أن أنا لازم أشكر كمان زميلنا أحمد شهاب اللي كان ليه دور كبير في تواجد لوبتيجي معنا، 5 شهور مجهود كبير ليه أنه هو بيرتب مع لوبتيجي عشان يبقى موجود معنا. أحمد شهاب من الناس الشاطرين جدا في الوصول، أول مرة على فكرة لوبتيجي في القنوات العربية، وأول مرة في قناة مصرية، مدير فني في البريمير ليج، ومدير فني سابق لمنتخب اسبانيا، مدير فني سابق لريال مدريد، نجم من النجوم الكبار في الكره العالميه لوبيتيجي، اسم كبير جدا. بشكر فريق الاعداد بالكامل شكر خاص، وبشكر احمد شهاب لانه عمل مجهود كبير جدا، بشكره مره تانية. احمد من الناس الشاطره جدا في انها توصل للناس في اوروبا يعني. وبشكر طبعا اداره قناه النادي الاهلي لانها ساعدتنا، ودايما تبقى واجهه للنجوم العالميه الحقيقه يعني. شكرا لكل فريق الاعداد.